ومن إذا سألت فاسأل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام رب الليل هذا النبي عليه الصلاة والسلام في المك في وقت الله من فقه غرعان قال فناده في زمانك تجده غياث الخلق بعد وحاضر، وهذا إطراء وغلو زي ما بينا لك في بداية الكلام. طيب نمشي لك قدام شوية. أيضا في قصيدة اسمها إذا ما طغى، ويمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غياث وركن للملاذ ولم يكن لغير إله العرش يوما ركونه. غياث النبي عليه الصلاة والسلام، وبين لك الآية أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يغيث وحده جل في علاه. قال: هدى من أراد الله به خيرا ومن أبى هديه في النار فهو سجينه عبيدك يا مختار. والله إذا بالغ فيها لما بهناك ذاته صعبة. قال عبيدك، وعبيد تصغير عبد، يعني ده تحت تحت شنو الذلة. العبد هو الذي يخضع لله سبحانه وتعالى ويكون ذليل، ده أقل من العبد ذاته. عبيد قمة الخضوع والذلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز، لأن الذلة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل. قال عبيدك يا مختار ناداك حائرا، أنا عبدك ناديتك حائر، فهمت؟ وبين أنه الذل بنادي ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ربنا قال: وقال ربكم ادعوني. ربنا قال لك ادعوني أنا، ما تدعو النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تدعو الأنبياء ولا الأولياء ولا الميتين ولا غير الله سبحانه وتعالى أبدا، كائنا من كان ما بجوز لك تدعو غير الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ قال: وغتاها في البيداء وأنت ضمينه. ضمينه لو زلتها في الصحراء النبي عليه الصلاة والسلام قال ضمينه. قال: له فيك حب، هل له منك نظرة بها يلزم التقوى ويقوى يقينه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ودي العقيدة تحت البري، فهمت؟ عقيدته كلها بالنظرات للشيوخ، فهمت الحاصل؟ زي ما قال قال له أحمد التجاني، قال له: من زارنا يوم الاثنين أو يوم الجمعة وأكل طعامنا قال فإنه يدخل الجنة. بزيارة بس تخش الجنة، يعني تكون ممكن تكون لا بيصلي لا بيصوم، فهمت الحاصل؟ لا حجيت، وبس مش تزور زول يوم الاثنين ولا يوم الخميس انت من اهل الجنه طوالي. واحد قال به نظره، بس نظره يا ابو هاشم، النظره دي انهم فيها عقيده، والنبي عليه الصلاه والسلام نظروا له مشركين وكفار عديل كانوا معه وقعدوا معه زمن ومده طويله، مش شافوه بس نظره واحده، قعدوا معه لكن ربنا سبحانه وتعالى ما قبل منهم، فهمت؟ وربنا سبحانه وتعالى دخلهم النار. أبو لهب ده ما كان يمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام وعمه أبو طالب، عمه عديل ده كان بحامله، فهمت؟ بحامله عديل، ما ربنا سبحانه وتعالى ما قبل منه لأنه مات على الشرك ومات على ملة المشركين وملة أباه، فهمت؟ لما جاته في سكرات الموت في الحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ده عمه يا أخي، عرفته؟ فما قال، كانوا معه صناديد الكفر ناس ابو جهل وعبد الله بن اميه، قال له: اترغب عن مله عبد المطلب؟ قال: بل على مله عبد المطلب. والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرر له: قل لا اله الا الله. فلما ما قال ما خش في الاسلام، وربنا سبحانه وتعالى جعله في النار ما يقبل منه. فما في حاجه اسمها يا زول بنظره انت خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيقبل منك ودخلك الجنه، ده غلو واطراء وغيره كثير جدا. نديك ده من غلو في النبي عليه الصلاه والسلام. نديك مثال واحد بس غلو في الاولياء المزعومين بتاعين البرعي، ده بيمدح في عبد القادر الجيلاني. العقيده بتاعت النظره قلنا لك دي، هي القصيده اسمها الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي. قال: ونظرته قد أصلحت ألف مدمن. نظرة واحدة بس تصلح لك ألف مدمن، ألف مدمن بتاع خمرة بنظرة بس، عرفتها؟ نظرة يخلي طوالي الخمر ويخلي المخدرات ويقبض المستقيم. قال: ونظرته قد أصلحت ألف مدمن، وذاك فضل الله والله ذو الفضل، يغيث للملهوف ينادى كطرفة وأسرع منها
خذه في سورة النمل. قال يغيث الملهوف، وبين لك أن ربنا سبحانه وتعالى وحده الذي يغيث، وعند ظهور الحال يخطو على الهوى ويظهر شيئا ليس يدرك بالعقل. بيطير في الهوى، قال يا حظي شفت لك ولي طاير له اليدين ما بطيروا يا زول، ما بطيروا يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر الصديق مشوا من مكة للمدينة الهجرة في كم يوم؟ ها مشوا يا أخي أيام، عرفتها؟ ومن وكانوا يعني قد لاقوا ما لاقوا من التعب، وده الأولياء تنكر في ولاية أبو بكر الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأولياء، ما طار يا زول. وكان بإمكاني أن الله سبحانه وتعالى يسخر له يمكن يطير، لكن ده كله دجل وكذب على المسلمين، عرفت الحاصل؟ غشوا الناس. قال وكل ولي عنقه تحت رجله بأمر رسول الله، يا لها من رجلي. الأولياء كلهم قال تحت رجل عبد القادر الجيلاني، والله يد ده البره هنا. كل الأولياء تحت رجل عبد القادر الجيلاني، يعني ناس أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وجماعة ديل تحت رجل عبد القادر، والله هذا افتراء على الله عز وجل وكذب. وشغل ديت لو ما رديت عليه والله ربنا سبحانه وتعالى يسألك. ده المجرمين يا زول، تبين للناس عقيدة المجرمين ديل. ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ده اللي بيعتقدوا فيه الناس الليلة البرعي، وهذا كفر وشرك بالله عز وجل لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن مت على هذه العقيدة فالنار أنت خالد مخلد فيها، ولا تشم رائحة الجنة. تموت على العقيدة بتاعت العقيدة في الكتاب دي، والله لا جنة ولا يشم ريحة ذاته. هذا وأكتفي بهذا القدر، وأقدم أخونا